الناس عم بتشوفنا هلأ هون بجبال على البحر وعم بيقولوا شو بدنا نعمل اليوم بالبحر السمك أو منطقة جبال. هي منطقة جبال هي مظبوط القلعة، بس جبال هي أكتر بكتير من هيك. اليوم طالعين صوب جبال تنعمل شي جديد. مظبوط، رحين على جبال وعلى البترون لنلحق طريق النحل. بلبنان مش بس بتجي كرمال الأكل وكرمال السياحة العادية، في سياحة اللي هي الإيكو توريزم، والنحل هو شغلة كتير مهمة منه. طريق النحل بلبنان بمنطقة جبال والبترون هو بروجيكت تطور من ماد بزنس هابز بدعم الاتحاد الأوروبي. ما منقدر إلا ما نشكر غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بزحلة يلي هو المنفذ للمشروع بلبنان. هالمشروع بيتنفذ بلبنان، بفلسطين، بمصر، قبرص وإيطاليا. الهدف منه تشبيك كل السياحة يلي هي مبنية على النحل بهالبلدان. النحل، سياحة النحل، طريق النحل والعسل، دايماً منخبر ومنقول عسلاتنا من أهم عسلات العالم، بس نحنا ما منعرف نسوقهم كتير. برموا على العسل، شوفوا العسل، والعسل أكتر بكتير من النحلة والعسلات وشو بيجي حواليها. اليوم بجبال وبالبترون رح نعمل برمي عليهم. اللي بتقول نحل مش بس النحل، في الزهور وكل الشتل والأشجار، في عنا الشمع، في عنا ناس اللي بتجي بتتعلم كل شيء عن النحل. وما ننسى شغله كتير مهمه، من دون نحل نحن في كتير من الفواكه ما بناكلها، وبيعملوا كل هذا الشيء ببلاش. خلينا نروح نتعرف على النحلات. مشوار ببلش هلا. مشروع الماد بيزنس هابس تنفذ من قبل الاتحاد الاوروبي تحت مظله الـ NECBC ماد بروجرام. مارسيل جول حويك، أنا مهندس زراعي، وتركنا الزراعة وحبينا نربي نحل وكترنا النحلات بفضل العالم اللي إجوا ودعمونا، وهلأ حبينا كمان نزيد شغلة جديدة، فصل جديد على بيور فارم اللي هو أبيكالتشر. نحنا هون ببيور فارم عنا سبونسور يور أون هايف، فيكن تتبنوا أفير عنا، فيكن تجوا من أبي توريزم اللي عم نشتغل عليه حالياً، تجوا لعنا على المنطقة تدوقوا جميع أنواع العسل اللي بنشتغل عليه، تجيبوا أولادكم تعملوا وركشوب، تتفرجوا على النحل، تتعلموا عن النحل، يصير في كونكشن بين الطبيعة وبين النحل. وكمان بالإضافة لهيدا فيكم تجوا تدوقوا العسلات وتدوقوا المونة وتعملوا برانش ولانش وكل شيء عنا. المشروع بيور فارم، كل شيء بيور مثل ما انا حبيت شوفه، حابب اعطيه للعالم. مثل ما بيور فارم الكلمه بتقول بيور، نحن هيك عم نشتغل، ان كان المونه، ان كان العسل، ان كان قريبا الفيرتيكال فارمينج، كله على الطريقه الطبيعيه التقليديه، من دون كيميكلز، من دون اي مواد مضره بالانسان، من دون سكر، كل العوامل العالم اللي بتخاف منها نحن عنا عم نجرب نوصل لهم للكونسيومر، انه تعوا دوقوا عسلاتنا، تعوا شوفوا شغلنا، نحن عم نشتغل بطريقه منيحه، لو سعرنا شوي بيفرق عن العالم. البروجي اللي عم نشتغل عليه حاليا اللي هو ابي توريزم، تنجرب ننمي هالفكره عند العالم، يصيروا كيف بيطلعوا بيزوروا قلعه او شيء اثري، يطلعوا يزوروا يشوفوا المعالم الطبيعية، يشوفوا الانتاج اللبناني اللي نحن بنتميز فيه اللي هو العسل، المونة، كل شيء. هذا الاشياء البلدية البعدها فريش، بعدها بيور، ونجرب نوصل للعالم انه تعوا في عنا تريلز كمان، تقدروا تطلعوا تشوفوا النحل، تدوقوا عسل، تدوقوا مونة. عنا جامبون فومي ينحط مع الموتارد مع العسل، عنا تين الكويز مع العسل معمول، عنا مربى المشمش مع العسل، هيدا دبس الخروب في ميزون، تفاح مع العسل، أومليت مع المربى، أومليت سكري مع البيض، أومليت مع اللبنة سالي، هيدا خبز صاج مع الزعتر مثل المنقوشة، اللبنة كمان شغل البيت،
وهذا البانكيك بينحط عليه العسل. خبرني شو عن عسلتك، كم نوع في، كم لون في؟ ناس بتضيع انه بدي عسل لون معين، هو تاخدها بالشو بتاكل النحله؟ فسرنا شو عن العسل وشو عندك. صح، نحن العسل هو بلبنان في تنوع بيولوجي، بيختلف العسل باللون، نوع الزهره اللي عم بيرعى عليها النحل، واللوكيشن اللي عم ترعى عليه. نحن ببيور فارم عم نشتغل على 5 انواع عسل. الأهم واحد اللي هو عندنا منطقة جرد الباترون، اللي هو عسل السنديان الأسود اللي كل اللبنانية بيحبوه. عندنا عسل ليمون بينزل عن الساحل، عسل الكينا وعسل الزعتر. هيدا كله جاي، عسل الكينا أو الليمون أو الزعتر، هيدا جاي من زهر الكينا، زهر الزعتر، زهر الليمون. والعسل المفضل عند أنطوني اللي هو عسل نحنا من جرد اللقلوق الشوكيات، هيدا كود الكار. ايه هيدا بنتركه من سنة لسنة ليعمل شيء اسمه كريستاليزاسيون. العالم بيضيعوا بين السكر وتبلور العسل، هيدا تبلور طبيعي. شو حلو، وهيدي السبيسياليتي كأنه بتعطي جو كثير رائع للعسل، كأنه عسل مضروب. ماي فيفورت. وبعد بكره صار بتسقع شوي الدنيا اكثر، بيجمد اكثر، بيعمل ابيض على وجهه اكثر، بصير يقرش تحت السنين. هيدا حلم، هيدا غير قصه. شو معقول بعرف كيف اليوم من سنه لسنه يعني. ابدا، هذا المبان خصيصي لك. لا تنوضح الامور تنس ما تتحرقص. أكيد. انت هيدا التربيه فيك تعملها لكل شخص بيجي لعندك. اليوم على طريق العسل الفكره انه واحد يعيش الاختبار، مش بس لانطوني. صح، بيجي لعندك بيلبس تيابه، بيشوف النحلات، بيدوق العسلات، بيدوق الاكلات، كله هوم ميد، كله معمول هون ميد. صح، وبيكفي مشوار، بيكفي مشوار 100%. بيقدروا يجيبوا اولادهم، ان كان البروجرام هو للاولاد، للعالم الكبيره، اي حدا بحب يجي يكون في كونكشن بين الطبيعه وبين النحل ويعلم اولاده هذا التراث اللي نحن عنا اياه. اهلا وسهلا فيكم عنا بجرد الباترون. It's breakfast time. مثل الاكل البلدي ما فيه، اكل بلدي مع عسل بلدي، يعني تخيلوا شو هالنهار. منبلش بالزعتر، باللبنه، بالبيض مع لبنه، بتتذكروا؟ دائما نعمل بيض مع لبنه، بنعملها ساندويتش، اللبنه من جوا بتعطي الاسيديتي اللازمه، البيض من برا بيلقطها كلها مع بعضها، وتخيلوا مع عسل. هيدي رح تكون جديده يمكن علي وعليكم. اوف، there is a new favorite. بتعرفوا من جوا اللبنه حامضه ماكسيمم، بتعقد. البيض مظبوط ومنه ناشف، وبتيجي الحلاوه من فوق العسل، بتقعد على سقف الحلق، بارتي بتتم، ريف بارتي. طلعوا بالسياره والحقوني من الباترون، بتطلعوا طلوع باتجاه تنورين، واول وقفه بمنطقه صغيره ضيعه زغطوره اسمها عوره. أنا مانويلا أم، وكتير بحب أن أولادي يأكلوا أكل صحي بدون ما أحس بعقدة الذنب. فعملنا ناتورامي. ناتورامي بتعمل أكل صحي وطيب ولذيذ. واحد من بروجياتنا، آخر بروجي كان بلان بي، هو أنه نقدم هلتي سناكس لأولادنا بقلبه في عسل بدون سكر، فيه قصص مغذية إن كانت أوت أو الألموند باتر وغيرها. فهيك الولد بيكون عم بيكلها مبسوط وعم بيتغذى بذات الوقت. بقلب الباكج الهدف تبعنا يكون تربوي، تنزيد الوعي عن النحل. فعم نحط كابس about different kinds أو hybrids of نحل، الولد بيتعلم عنهم، ورح يكون في هون history عن هيدا النحلة، بيقدر يكون عم بيجمعهم يلعب فيهم competition. وبعدين الحلم تبعنا انه نعمل application يخلق ال virtual beehive تبعه، واكيد رح يكون بيربح قصص، بيجي لعنا جورني. واي بلان بي؟ بلان بي هو لك كل شيء بديل عن الاكل اللي منه صحي. بلان بي لانه نحن عم ندخل قصص لها علاقه بالنحله. الماد بيزنس هابز بروجكت ساعدنا بانه امننا اكيد مع غرفه صناعه وتجاره وزراعه بزحله والاتحاد الاوروبي اكويبمنت، ان كان الفرن الكهربائي تنصنع فيه السناك تبعنا، او الديهايدريتر ماشين يلي بنجفف فيها الفواكه، وفاكيوم ماشين لحتى يكون عم يطلع عنا فاينلي هذا البرودكت المغرومين فيه نحن. يا
يلي رح يمرق لعنا رح يكون عم يستفيد من انه يعيش اكسبيريانس ريسيتات تيتا يلي عم نعملهم بطريقه مودرن، كان كل انواع المون اللبنانيه. واكيد اللي عندهم شغف بالنحل رح يقدروا اول شيء يذوقوا العسل مثل ما انه ويجربوا يعملوا هن بلان بي لالهم وياخذوا معهم لعيالهم. نحن هلا بعد ما صار بالسوق، نحن بعدنا بالمرحله التجريبيه اذا بدك، بس اكيد بدنا ننزل بالسوق. رح نكون مبدئيا بالريتيل بليسز يلي عم بيبيعوا قصص هيلثي، ما لنا عم ننافس الشوكولا ابدا، عم ننافس الهيلثي سناكس. بناكد لهم شيء كثير طيب، منه ناشف، انجويبل سويتنس، خفيف نظيف لذيذ. ماشي يا اهلا وسهلا، مبسوط تعرفت عليك. انا كمان من عيدة. ايه اهلا وسهلا فيكم. لبنان، لبنان كتير حلو، بس لبنان أكتر بكتير من البحر، ولبنان أكتر بكتير من الجبل. لبنان جمع بين كتير إشياء، بينتهم الناس، الأكل، المكونات، المنتجات. فأنتوا فيكن تاخدوا ثيم معين، موضوع واحد، وتبرموا عائلتكن على أساسه. تخيلوا العسل، العسل شغل كتير كبير، وعنا بلبنان من أهم عسلات العالم. نحن اليوم أخذنا منطقة البترون، منطقة جبال، طلعنا بهالجبل وبلشنا نبرم من شخص لشخص لشخص. عسل عسل عسل، بس أكتر بكتير من هيك هي الاستقبال، هي الأكل الطيب، هي المناقيش، هي هالألفة، هي هالحكي، هي هالكلمات، هي هالابتسامة، هي هالطاقة الإيجابية عم نحطها مع بعضنا. وأنتوا فيكن تتبعوا خطواتنا وتعملوا مشوار معنا. احنا صورنا مع حلقة 2-3-4 سيرليا، بعتقد صارت اشهر ما تعرف بالبلد، من النحل للعسل للصابون وغيره وغيره. فرجعنا على دير جربتا تنشوف شو محضرت لنا، شي جديد في مبنى جديد ومدهون جديد وفي اشياء جديدة، دايما عندنا جديد. انا سيرليا بدير قديسة رافقة بجربتا، أنا الإيكونوم بالدير، وفي عندي كذا شغلة من صيانة لأراضي لحسابات، يعني باسبارتو. هذا معمل جديد عم نعمله لصناعة الصابون. أكيد أول شيء رح نبلش بالصابون البلدي العادي، وبعدين منبلش نخترع أشياء جديدة وندخل العسل ونعمل صابون عسل وصابون تانية فيها روائح وأشياء تانية. نحن هون فتحنا معمل صابون جديد، وبهذا المشروع قدموا لنا هيدي المكنة يلي هي الباز تبع صناعة الصابون، يلي فيها منحط الزيت مع الـ NaOH ومنعمل الصابون. هيدي المكنة كتير يعني هي بتسهل كل مشروع الصابون. بحلقات سابقة تعرفنا على سيرليا، هي والنحلات قصة كتير كبيرة. عبيكم نحضر فيديو سوا. هي السيارة صغيرة بتساع ألف محب، وذكرتني بالمشوار اللي عملناه بأرمينيا. كنا قاعدين ثلاثة ورا ثلاثة قدام، والله هالسيارة ساعتنا كلنا سوا. نحن وين رايحين؟ رايحين هلأ عند العسلات، عند النحلات باللادة. هلو، هيدي الأوضة هي الأوضة اللي أكتر شي بحبها أنا بالدير، لأنه كل نحلة بهيدي الأوضة هي هدية من حدا، وكل نحلة تقريبا من بلد، يعني في عندي كوليكسيون تقريبا من كل البلدان. كل حدا بيجي من برا بيجيب لي معه هدية نحلة أو شي خاصة بالنحل. أنا عادة الناس بيسألوني عن نحلاتي قبل ما يسألوني عن حالي، بيقولوني كيف نحلاتك مصر، مش إنه كيفك سيرليا اشتقنا لك، بيطمنوا عن نحلات وخلصت الخبرية. إحنا هون بالأوضة يلي بنفرز فيها العسلات، هون في عنا فرازة وهون في عنا البرويز، وهودي البرويز هلأ أخرجيكم كيف يكونوا وكيف يصيروا. النحلة اللي بتعمل العسل أكيد أول شيء بتروح بتجيب النكتار من الزهرة، بترجع بتاخده بتعطيه لنحلة تانية، بصيروا ينقلوه من نحلة لنحلة، وهن بيفرزوا أنزيمات تيصير هالنكتار هيك جامد. بعدين بحطوه بقلب النخروب، يعني كل فخذ من هودي اسمه نخروب، بحطوا العسل بقلبه بيكون بعده ليكيد، بصيروا يرففوا جوانحهم على تمبراتور معينة تيصير عسل، وبس يخلص وتصير الإميديتان منيحة بيسكروه بطبقة من الشمعة يلي هي هاي اللي شايفينها هلا. نحن هلا بس بدنا نفرز العسلات، منشيل هيدي الطبقة من الشمع، منشيلها بهيدي الطريقة قبل ما نحطها بالفرازة، كرمال انه بس تبرم الفرازة
ينعصر البرواز. يعني الملكة موجودة، يحيي الملكة. ليك حظك، بتكون هي أطول شوي من هوديك. يحيي هون هيدي الملكة. بنهار الواحد بتبيض حوالي 2000 بيضة، اللي بيميزها عن غيرها أنه هي أطول منهم شوي، لأنه هن اللي بتكون هي بعدها يرقة بيصيروا يغزوها جولي رويال، بيحطوا لها غذاء مميز لتطلع ملكة. سوليا، ضمن البرنامج اللي بيجي لعندك شو بيعمل؟ اكيد باب الدار مفتوح للجميع اللي بيجي لعنا. في عندي اوضه، لا اكيد اول شيء بيزور الدار، بيزور قديسه رفقه وبيصلي، وبيجي على اوضه النحل. في عندي اوضه عامله كوليكسيون مجمعه فيها كتير نحل واخبار، بيتعرف على النحله، على حياه النحله اذا كان مبتدئ، كيف بيعيشوا النحلات، كيف بيعملوا عسل، كيف بنستخرج العسل. وفينا نعمل هايكينج كمان، نروح عند النحلات الحقيقيه يشوفون كمان، يبرموا اذا بحبوا وما بخافوا من النحل، فيهم يفوتوا بين النحلات ويشوفون لايف. وفينا نطلع كمان على معمل الصابون، شوفوا كيف نعمل صابون وكل البروسيس تبع الصابون. بلا ما ننسى المتحف، واكيد يدوقوا العسلات يلي كتير 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 طيبين. انا فادي، مهندس فادي ابو فياض، رئيس قسم الارشاد الزراعي بغرفه التجاره والصناعه والزراعه بزحله والبقاع. نحن ضمن هذا البروجكت يلي صرنا سنتين عم نشتغل عليه، حبينا نعمل هيدي الايكوروت، لانه بتعرفوا انه نحن اليوم من الافير معظم العالم تعرف انه في عسل. نحن حبينا نفرجيهم انه في كتير برودكتس بتطلع من الافير غير العسل، وهذا اللي جربنا نعمله. عملنا هيدي الايكوروت للعالم تروح تشوف شو فينا نعمل غير برودكتس من العسل، ويقدروا يفوتوا ويتعرفوا اكثر على هذا الدومين يلي هو كتير واسع. ضمن هذا البروجكت يلي هو انترناشونال بروجكت، فيه 5 دول مشاركين، لبنان واحد من الدول المشاركه بهذا المشروع. الايكوروتس اللي نحن عم نشوف انه عم نشتغل عليهم هن 2 ايكوروتس حاليا، وحده بمنطقه البترون وحده بمنطقه الجبال، لحتى العالم تقدر تعرف اكثر شو في اشياء ممكن يعملوها بالسياحه النحليه مثل ما بيقولوا، ويشوفوا اكثر شو ممكن يطلع اشياء برودكتس من الافير غير العسل. جايين نتعرف على عاطف. أهلا وسهلا فيكم. عاطف أبي نادر، مؤسس برية. برية بتزرع النباتات العطرية وبتقطرها وبتسوقها وبتزرعها تما نشيلها من مواطنها ونخسرها بمواطنها ونحافظ على التنوع البيولوجي. وبذات الوقت هالنباتات هي بتكون غذاء لنحلنا، ونحلنا كمان بيطالع أحسن نوع عسل. وكل منتوجات النحل منشيلها، مش بس منشيل عسل. منتوجاتنا هني عنا 3 line of products. عنا الهربز يلي هني سماء، زعتر، قصعين، ورق غار. كل هالأشياء اللي بتطلع من برية، فكرة برية نحافظ على النباتات الانداميك للبنان اللي بتطلع عنا بأرضنا. كمان زارعين شوية أشياء للبراندينج، زارعين شوية زعفران كمان بيعطي للبراند الصفة تبعها. تاني line of product هو المنتوجات الخلية، من عسل، من بولام، من بروبوليس، من جولي رويال، من ماليكات. ومنقدم سيرفيس اللي هو الابيوري مانجمنت لناس تانية. بلشنا بتعرفوا بالتقطير، استثمرنا كمان R&D تنعمل يعني هالنباتات اللي هي انداميك اللي حكيناكم عنها، نستثمر خصائصها الغذائية إن كان كهيلثي سوبر فود أو بالهيدروزول بمستحضرات التجميل اللي بيحب يشتري منها. بلشنا بكركتنا الصغيرة هون، بعدين استثمرنا بشي صناعي هو ستيم كركي، ستيم ديستياشن فولي ستانلس ستيل هاي اند 316. كمان برية عملت ليب كبير مع ماد بيز هاب، راحت نحو الاستثمار بالإنوفيشن بالتكنولوجي من خلال شراء 3D printers وراوترز.
بنعمل فيهم جادجتس وسوفينيرز ومولدز للشمع لنكون عم نعمل ريسايكلينج للشمع، وهذا الشيء بيخلق فرصة عمل لشباب طموحين يمكن ما بيحبوا يشتغلوا بالاشياء بالحقل بالنحل، بس هيدي يمكن ترضي طموحهم الانوفيشن، وبذات الوقت كمان بتتناسب مع الفاليوز تبع برية اللي هي انه تساعد المجتمع اللي حواليها. بمنتجاتنا بنحرص على الكواليتي، ومنشان هيك حطينا ضمان الجودة QR كود معبئين بغرفة التجارة والصناعة بطرابلس. You can see the whole test، حتى البكتيريا وكل شيء تتأكدوا من نوعية عسلنا. عسلنا Pure Oak Honey، بتشوفوا من نوعية التست قديشو غني بالمعادن، 1600 نتيجة التست، المعدل 800. نحن منرحب بزوارنا ومنقدم لهم باكيج كامل من زيارة المناحل لوركشوب عن النحل بكل الفصول، إن كان من شايل الجولي رويال من البيجنر للأدفانس. كمان من بيقدروا يشوفوا التقطير والفوائد تبع كل منتجات التقطير، بلس عندنا وركشوب عن البايو دايفرسيتي بزيارتنا بالطبيعة، بنعمل راندوني وبنشوف النباتات وخصائصها وكل وحدة كيف بنحافظ عليها مع اكسبير متخصص بموضوع البايو دايفرسيتي. هيدي شو دخلك؟ من منتجاتنا قلت لك بنعمل مش بس الخلية منشيل منها عسل، منشيل كمان بروبوليس اللي عنده كتير فوائد صحية، يستعمل انتيسبتيك للزلعيم، ممكن يتاخد رو وممكن يكون معمول بقلب سولفان من الالكول او الزيت او الماء. اوكي هلا رح نفرجيكم كيف بنستخرجه من التراب تبعه. هولي بتاخد حبة صغيرة؟ هن البروبوليس هو بتجيبه النحلة من الكونيفير من السرويات وبتزيد عليه انزيمات وبتزيد عليه البولن. هو خلينا يعني اليوم هون بدي افتح اذا بدك بالبرانتيز اقول انه اليوم اللي عنده نحل شيء كثير مهم، مش بس العسل، بس عسله كثير شيء. هيدا اللي بنحاول نخبر عنه نحن، بتعيش 120 سنه تنحافظ على 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 مناحلنا، مثل فكره برية اللي هي بدها تحافظ على التنوع البيولوجي تنقدر نحافظ على النحل اللي عنده غنى كتير، إن كان طبيعتنا عندها غنى، إن كان النحل عنده غنى، وهيدا جاي من طبيعتنا مش من النحلة. لكن النحلة عم جيب لنا من الطبيعة شيء غني جداً صحي هيلثي. رح نفرجيكم ضربة كيف بنشيله من قلب التراب. مثل العلكة، نوع العلكة شكله منشان هيك حلو، بس هي الأفضل إلى الموسم ومنيحة بهالموسم لأنه قرب موسم الرشح وبيريح. سوبرمان ثانك يو. بدهم يهتموا فينا ويضيفونا تيزان. عم تسمعوا ضجة وراي، بس أنا قبل ما قدرت على اللمعة اللي شفتها والحكي الحلو اللي قاله مندوق العسلات. شو الإحساس؟ إحساس فعلا ما بيتفسر، ما فيكم تتخيلوا شو الإحساس تبع الطبيعة، شو الإحساس تبع حسوا حالكم عم تتمشوا هيك فلاش باك، كأنكم عم تحضروا فيلم عم تتمشوا تحت هالسنجينات بهالطبيعة الحلوة بهالطقس الحلو، طلعوا فيها اللمعة تبعها. بس الواحد بيتخيل كمية الإفادات اللي بقلبه، وشو أكل النحلة وشو عيمة وشو مجمعة وشو تعبانة بتحطهم كلهم هون. What an amazing flavor. حلاوة كتير واطية، كتير 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 واطية، وهيك بتقعد بتغنش لسان بتغنش سقف الحلق وهي وعم بتفوت بتعملكن هيك بتملحسلكن زلعينكن. What a good quality.
توب 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 توب. معلقة من هيدك اليوم، ولا حكيم ولا دواء ولا شيء. وهيدا اطيب كومبينيشن عنا، هيدي كل فيتامينات العالم مجموعة. أيوة. هيدا هيدي مش معقول رشح كل الشتاء. تذكروا هيدي الحلقة. مش معقول مش معقول. طيبين بغزو عم بحكي هنو بتمي وما عملت صاعلة، وبالاخر الشمعات بنطفو سنين. فول باكج. انا لبست كرمالك. ايه بس بركي ده ومين انا مين انت. ايه انطوني هاي. اها مش معقول نضيع. احنا هذا المنحل بنعمل فيه فروخ، هلا منزلين ملكات من 3 أيام ونص. النحل ببلش يعمل براج، بدل ما نخسر هالبراج منشيل الجولي رويال تبعه، وبتعرفوا خصائص الجولي رويال وديش غيني كبوستر مناعة، حتى بالبرودوي دو بوتي أحسن برودوي دو بوتي بيستعملوه من الجولي رويال. يوستن A small step for dying. خبرني هون شو عم بيصير؟ ليش في هالقد جولي وما في عسل؟ هل هو الموسم؟ هل هو الأفيق؟ هل هو البرواز؟ نو نحن عم نعمل فروخ. لما بتعمل فروخ يعني انت حطيت بروي نحل ما عنده ملكة. اوكي. يركض للسيرفايفل مود، يعمل ابراج ويطعميهم جولي تا يعمل ملكة. نحن بثالث يوم ونص بيكون اكبر نسبة جولي من جينشيل. كيف بخدون؟ جولي مع بولان. بولن عادي. أيوة. مع عسل. يا بيي. أيوة. هاي خلطة. يا بيي. خلطة وانسى. انتبهوا يا شباب منه، تحت لسانك. لا تحت اللسان. اتكلم تحت اللسان. برني. خد خد. أيوة. انتبه بس على حالك اليوم. بتذكر اني جيت لهون، بتذكر اني جيت لهون بال 2019، تذكرت الارض بس كنا وقت عم نحكي عن الزعتر، تذكرت هيدي المرجوحه اللي دائما بحكي عنها تحت العريشه بالضيعه بلبنان، يلي البيت اللبناني ما له قيمه بلا هاي. ثلاث مكانات رح نفوت نشوفهم. وصلنا على البيت محل ما حطتهم، وقديش لهم اهميه وكيف اخذوا اذا بدكم النحل والعسل والشمع لمحل ثاني. هيدي 3D print، بتعرفوا بال 3D printers في كذا نوع. هيدي FDM يعني بتصير تحط لاير فوق لاير. هيدي المكنة ريزين هاي ديفينيشن 4K ليكيد، بتحط لها ليكيد اللي هو الريزين، بتصير كل لاير تنشفه بالالترا فيولي وبتطلع. دونك عندها زد بس، اور هيدي عندها اكس يغريك زد، دونك بتمشي وبتصير تعمل لاير. هودي عاملينهم عليها، هيدا الارنب كنا عم نعمله عليها ووقف، وهيدا مولد لشكل هايف القديم اللي كان بالصور متحركه على رايت دكتور. قديش مهم العسل للصحه؟ العسل مهم بس الماء وسكر يمشي ياكل. بالك بصحتك. ماشي. فالضحكه الحلوه. طيب نحن رح ناكل عنك. يلا من مراح الزيت بنخلص الباترون، ناخذ هالطريق الحلوه هالكواع بين الشجر ومناظر حلوه والشمس الرائعه تقريبا 45 دقيقه وبنطلع على قضاء جبال. Thank you.
أنطوني، نحن هلا هون وصلنا لمطرح أنا كتير عزيز على قلبي، قضيت هون 3 سنين من حياتي لندرس النباتات يلي هي بمحمية بنتعال. معنا ريمون خوري يلي هو مهندس زراعي ورئيس المحمية، خبرنا أكثر ليه نحن هون وعم نحكي عن مشروع كتير مهم عن النحل. نحن موجودين هون بأول أول فكرة محمية بلبنان، ومن بعد ما انعمل الدراسات مثل ما قلت بينت عنا قديش هالموقع كتير مهم بالحشرات والنباتات، خاصة اللي عم نحكي بأكثر من 365 نوع نبات بيناتهم 65 ذات استعمال طبي ورحيقي، وأكيد في 2 أنداميكا اللي موجودين، وبالتالي محمية بنتعال اللي موجودة على 500 متر واللي غنية بالسنديان هي إذا بدكم فوكس للنحل تيكون عم بيجمع فعليا نوعية العسل الأسود. نحن بمحمية صغيرة من حيث المساحة، بس هيدا المحمية كتير مهمة لأنه أول شيء وجودها وين بقضاء جبال على الارتفاع اللي هي موجودة فيه كتير قليل المحميات يلي هيك منشوفهم. هالمحمية أنطوني فيها أكتر من 40 نوع أوركيدة، فيها نباتات كتير حلوين، فيها نباتين ما في منهم بالعالم غير بلبنان موجودين هون. بس ليه بيجوا العالم كمان على هالمحمية ريمو؟ اول شيء كمان لازم نقول انه بميزها المحميه هي المحميه الوحيده اللي فيها صنوبر جوا وزرعوها جدودنا من زمان وهي صارت بمرحله ناضجه. المهم بالمحميه واللي ضمن رسالتنا هي التوعيه والحمايه. التوعيه من خلال الزيارات يلي بيعملوها الطلاب والعائلات يلي بيوصلوا لعنا، بيمشوا بمجموعه من الطرقات الداخليه المقبوله لالهم، بيتفرجوا على الطبيعه، في عنا مجموعه من المغاور يلي موجوده كمان جوات المحميه، وبذات الوقت في نوع انواع من الانشطه بيقدروا يعملوها، انشطه بدنيه ادفنتشر بارك وغيرها من الامور يلي التثقيفيه وبذات الوقت عمليه تمرين للجسم وغيره. عملت على الناس كلها سوا تجي على طريق العسل، بتبلش بباترون او بجبال، بتبلش بجبال او بتخلص بباترون، واحد بيوصل لهون على محميه شو بيعمل؟ اول شيء بيتفرج على جمال الطبيعه وهالزرع الكبير اللي حطه الله بهالمنطقه الحلوه. 2 لانه عم نحكي عن هالطريق هي اساسيه تتودي على موقع مهم للنحل بالتحديد، عم نحكي بالسنديان، عم نحكي بسنوبر، عم نحكي بسيكلاما، عم نحكي بزعتر وقصعين ورومارين ولافونت، كلياتهم هم موجودين هون. هيدي بالنسبه للنحل، بالنسبه للطريق، وبالنسبه للمشروع يلي عطينا فعليا نوع من تسويق لهالموقع يلي مش كل الناس بتعرفه، إضافة إلى الأنشطة العادية اللي بنعملها من خلال زيارات الميدانية مع مرشدين، وبالإضافة إلى الأنشطة الرياضية اللي حكينا قبل شوي عنها. لكن هون ما في أكل، بس في أشياء أهم بكتير من هيك. بيقدر الواحد يجيب معه الكاسكروت تبعه أو الساندويش الصغيرة وبيقدر يأكل، مع أنه بيكنيك أريا، ولكن بالعكس بيمشي الواحد الطبيعة بحاجة شوي يحط شوية كالوري، واللي بحاجة يصرف كالوري ما يجيبه معه، بيرجع بياخذ زبالته معه. أكيد دائما. رحت يا زلمة، ما بتنترك دقيقة، شو بيك وين رحت؟ أنطوني هون بهيدا المحمية في مطرح هيك نحن بنسميها غريق، هي محمية داخل المحمية وفيها إذا بدك لبنان صغير، يعني لبنان مزبوط أرز وصنوبر، بس أول ما يكون في نكزة ضو هيك بتشوف الزعتر والقصعين وهالنباتات، وهون في 3 أنواع زعتر حد بعدهم والقصعين. حلو، ولا أنا تعلمت منك وبرجع بذكرهم كلهم وأنت بترجع بتذكرهم إنه لبنان مش بس الشجر، بس شو في تحت الشجر. 3 انواع زعتر صح، اوريجانو سيرياكم تحذر، هاي بتعرفها اكيد، اوريجانو ليبانوتيكوم، لا 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 لا، في عنا ساتوريا تيمبرا وتيمبرا سبيكاتا. رح بدي لنا انت الاولى، هيدا اسمه زعتر التيمبرا. اوكي، تخيل هيدا نبته موجوده هون دائما، نحل كتير بحبها، ولما بتاكل يعني عسل الزعتر بتكون اكيد اكلها هي. حبيتها ولا مقاسي شوي مره؟ بتطلع كتير طيب اذا انخلطت مع ومع الزعترات تبع منقوشه، لانه حادين كتير كتير. سو هيدي بتكون زهرتها لايك سبايك، مشان هيك اسمها سبيكاتا مثل السنبله. هي زهرتها مثل الزوفه هيك ورا بعضهم. دقلنا هالورقات اللي هون، هيدي اسمها الساتوريا، زعتر الساتوريا. حموضتها طيبه. ايه، وتخيل انطوني بعد في منهم هون نباتات مزهرين مثل الاريكا، مثل السيج. حموضتها طيبه، ريحتها طيبه، خلطه مع خلطه الزعتر اللي بنعرفه توب. بس الهدف هلا مش انت، الهدف النحلات. النحلات بيقدروا يلاقوا اكل هون حتى هلا بهالوقت، لانه في الاريكا مزهرين، لقينا قصعين. بس رح خبرك على السريع، هيدا النبته كثير مهمه اسمها توكريوم، بيستعملوها بالضي على السكري، وهي القصعين الاصليه اللبنانيه يلي كمان نبته كثير بحبها النحل. بنقدر نستفيد من هذا الموقف انا وياك ونقول للناس بدك تسلق سلق باحترام، بدك صح. تسلق ما تقضي على الطبيعه، الطبيعه لإلك ولإلي ولكل حدا، لكل انسان، مش بس لنا كبشر تنقضي عليها، بس كمان للنحل
للطبيعة للحيوانات، بدنا نسلي وخاصة هالأيام الصعبة. أكيد هيدا نعمة وهيدا بركة من ربنا، بس باحترام لغيرك وللطبيعة ضل مكفية. وإذا في كمان مسج كتير مهم بهذا البروجي اللي عم بيصير، أنه في محمية على الروت يلي معمولة. لبنان عايز بعد أكتر وأكتر محميات، عنا حاليا 19، بعد عايزين كتير. بونجور، لونا قدوم، فود انجينيرينج عم بعمل بالجامعة. نحن عندنا معمل عصر القدوم تقريباً من سنة 1989 نحن بالشركة بالسوق. سو نحن شركتنا معروفة as a product قدوم بالسوق، وأكيد نحن منطلع البرودكت تبعنا على أعلى جودة. هذا الشيء ساعدنا نحن كرمال يكون في ثقة بيننا وبين الكونسيومر أكيد اللي عم بياخد من عنا. زيادة على هذا الشيء نحن بالشركة تبعنا عطول في كنترول ماجر، عم نحكي أكيد لابوراتوري تاست عطول ريجوليار، وكمان عم نحكي عنا كذا سيرتيفيكا من ضمنهم الجي أم بي الجود مانيفاكتشرينج براكتسز والهاسب، وهيدول نحن الشهادة حصين عليها من أوروبا إيطاليا تحديدا. زيادة على هيدا الشيء نحن اللي بنتميز فيه هو موقعنا. ليش؟ لأنه نحن قريبين على محمية بنتاعل. سو أون رياليتي نحن المحمية خلتنا انه نعمل مناحل اورجانيك وقدرنا نفوت بهذا السيكتور. سو نحن صار عندنا عسل اورجانيك، عسل بشهدو اورجانيك، وشمع اورجانيك. كمان نحن اخذين شهاده من اوروبا كمان ايطاليه. متواجدين بكل السوق اللبناني ونيفو انترناسيونال، ونحن هلا عن جديد بما انه فتحوا العسل على اوروبا، سو نحن وي وير ابروفد انه نكون نحن وحده من الشرك يلي عم نقدر نصدر على اوروبا. انا طوني قدوم، صاحب مؤسسه وفكره عسل القدوم. بلشنا من سنه التسعينات، اول التسعينات كانت فكرتنا انه قاعدين بالضيعه وعم ننتج هالانتاج هيدا، وصرنا كيف بدنا نعزز وكيف بدنا نكبره. بلشنا بالشغل، وصلنا لمحل فعلا صار عنا البراند بالسوق عم يشتغل كتير ممتازة. اعتزنا انه كمان المنطقة كليتها يلي حد منا ننميها بزيت التنمية اللي نحنا عشنا فيها وتقدمنا فيها لقدام. اليوم نحنا صرنا عم ناخد تقريبا من حوالي من 55 ل60 مربي نحل بالمنطقة كلها، وابعد من المنطقة كله لبناني. هيدا القطاع بيدعم كل انتاج الزراعي يلي ديريكت ويلي انديريكت للفواكه والخضره وللنحل والبيئه. هذا يلي معتمدينه ورح نكمل بهالطريق، والعائله عم تكبر عنا. نحن بقى انا بكون بيا لونا، وبتمنى انه العائله كلها تضل تشتغل بهالبروجي هيدا، لانه فعلا هو امان ورياحه وسقافه وفكر، بس بدك تكون عم تتعاطى مع البيئه ومع الطبيعه. دقنا عسل اليوم، دقنا عسل كريستالايز اللي بحبه كتير، دقنا عسل السنديان اللي كمان بحبه كتير، وهذا العسل يلي أكتر شي بعتقد على الموضة، أكتر شي مشهور، أكتر شي لونه حلو وبيحمس، يلي هو السبرينغ هوني. يعني ساعة اللي بتطلع النحلة وبتطلع بهن هالزهور وهالورود وهالألوان، تخيلوا بس من لونه، تخيلوا من ريحته قديش هالنحلة عم تمشي بين هالألوان الحلوة بهالجبال الرائعة بأحلى بلد بالعالم. التقينا أنا والقدوم كتير زمان، والحلو فيه واللي بدي ركز عليه أكتر أنه كل عسلات لبنان، كل منتج وحده صعب يكبر، كل منتج وحده صعب يظهر لبرات لبنان، كل منتج وحده صعب يكون عنده كلمة تقدر يخرق السوق الوطني والعالمي. كلنا مع بعضنا بنعمل قوة أكتر بكتير كرمال نقدر نخرق بالعالم كله سوا. بيحكوا عن العسل، ما بدي شبه بلدان، بس بيحكوا عن العسل اللي بيجي من كعب الأرض من تحت وبيعملوا له ضجة وطنية وعالمية. بيحكوا عن عسلات إن كان اللافوند ببلاد معينة، بيحكوا عن عسل لونه معين أو طعمته معينة. يا جماعة مثل العسل اللبناني ما فيه. النحلة بلبنان بأربع فصول من الصفر للألفين، بتبرم من منطقة لمنطقة، بتقدر تاكل كل شيء واللي بتستحليه بكل ضيعة لبنان. بأكتر من 2000 ضيعة النحلة عندها أطيب من طاولة الميزة.
مش معقول فيه نضلنا ناكل عسل كل النهار. هو منه العسل ومنه السويتنس اللي بيعطيه، هو شو الاحساس اللي بتحسوه وساعات بس بتتخيلوا مثل كانكم عم تشربوا نبيد وبتسكروا عيونكم وبتقولوا حسينا هيك وهيك وهيك. هون بتحس شو اكلت النحله، شو كانت مبسوطه، شو كانت مورده هي عم تبرم بهالضياع وبهالبلدان. شيء رائع. يب هاي للطريق. معكم أريان أبي جديد، أنتم بمؤسسة عفيف أبي جديد، مركز جولدن كوين للتلقيح الاصطناعي لملكات النحل. هو كان الأول بالشرق الأوسط، أكيد عم نحكي كدول عربية. نحن هون مننتج العسل، عنا بحدود 2000 قفير. هون بيجوا البراويز من الحقل من الأفران وبيتم فرزون على الطرق الشبه حديثة فينا نقول، أو اللي هي الأكثر حداثة بلبنان. تفضلوا معنا. المركز هون بيتم الفرز بهيدي النقطة، في مكانات نص أوتوماتيك بينحط فيها البرواز المخطوم تبع الشمع والعسل، هي بتقشطه وبتنظف الشمع وبينزل، واللي ما بيلقطوا السكين تبع المكنة بينحط على هول الستاندات وبينعمل مانويل حتى اللي يرجعوا يروحوا على الفرازة اللي ورايه. هي فرازة تعتبر من الأكبر اللي موجودين هون، 54 برواز بيتم الفرز خلالها، من خلالها بيركب تحتها مصفية إلى انستالاسيون بنربيش موصول على ترومبا، ومن الترومبا نربيش بكفي على الخزانات. هيك نحن ما مندق أبدا بالعسل بإيدينا. المكنة اللي على الجنب هي مكنة سحب رطوبة. هاي مكنة تعمل العسل كريمي بدون أي إضافات، يعني نحن مثل ما هو العسل على طبيعته منشيله منحطه فيها، وهي إلى بروجرام كمبيوتر بتدور وبتطفي على أوقات معينة وتايمر معين بتعملون كريمي. الأفانتاج بالعسل لما نعمله كريم، الأولاد بيصيروا يرغبوا أكتر، ببطل يجمد، يعني هو لازم يكون عسل نكتار مش عسل ميلا، لأنه لازم هو بس نعمله كريم يكون في كاس دو كريستاليزاسيون، ساعتها بيصير كريم ما بيعود يجمد، وبذات الوقت بيصير عنده هالقول اللي هي مثل تحسها كريمة، والولاد كتير بيرغبوا كتير كتير. بيختلف لونه حسب نوعه، يعني إذا نحنا جبنا عسل الليمون حطيناه بهاي المكنة بيطلع لونه كتير فاتح. هلأ هيدا اللي عم بتشوفوه هو عسل جرد، وسبيسيالمون هو عسل شندب أو شنداب، هيدي شوكة بتطلع بالجرد، شوكة طبية. عسلها بيبقى بالبرواز لونه على زيته، مثل قفا التليفون تبعوتك هالقد زيته، لما بتتعبى بتطلع على يلو بتصير لونها على أصفر، لما بتجمد بتكون بهيدا الشكل، ولما بتنعمل كريمو ما بتطلع بيضة كتير، بتطلع هيك على بيج مش مثل عسل الليمون. وتركتها وقت، يعني هيدا إلها شي شهر رقد منها هالقد، والباقي بعضهم كريم، يعني بتحسهم هيك فلافي على الآخر. هلأ بدنا نذوقك ياهم إذا بدك. يعني بعتقد أول مرة بدو هيك شي، أكيد شكله شوي مثل الناطف فينا نقول،
شوي مثل مارشميلوز، تكستشر جديد علي. اكيد جديد، كثير جديد علي. واكيد بحبوا الاولاد الصغار. اكيد وصحي اكثر. اوف 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 اوف، اكيد وصحي اكثر. فيه طعمه العسل بتجي بالاخر، بس فيه شيء هيك مارشميلوز، مثل المارشميلوز بس ناتشرال 100%، ما بيقشط. واو. وطب اوكي، الناس رح تسال وين بلاقيهم؟ بيجوا لعندك لهون؟ انا بيعملوا يعني بيتصلوا فيي بحضر لهم اياهم، لانه مثل ما قلت لك ما في يحضرهم قبل بوقت. نحن ببلد شو، وقت ما بدي برد الاوضه الا اذا بدي اعملها للاوضه هي براد، لانه هو بده ينعمل على حراره كثير واطيه، ودغري بده يفوت على براد. انا بعمله يعني هلا مثلا قبل بجمعه حضرت، بعتت 25 كيلو، الباقي بقيوا بالمكنه، بس يرجع ينطلب برجع ببرمون بعبيهم برادين وبحطهم بالبراد تيجوا اصحابهم ياخذوهم. This is amazing. للولاد للكبار طعمي طيبه بالمعلقه، بيهدى على المعلقه وبتاكل. بعدين لما بيعملوا ساندويتش الافونتاج ما بيشرشر، والاميه بتعصب وبيضل في الزيت زيت 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 فوائد العسل، ما غير شيء ابدا، هو زيته ابدا ماشي، ما في اضافات وما في برم سريع حتى. يا عم شوف المكنه قد ايه، اكتشاف الموسم لك قد ايه بطيئه المكنه، بس هي لها بروجرام بتطفي وبتدور. يعني نحن اذا بنوقف هون 15 مينوت هي لوحده بتطفي، بتطفي بتريح 15 دقيقة بترجع هي لوحدها بترجع بتدور، حتى إلى تايمر. يعني أنا حطيتها 7 ساعات، لأنه نحن هون سولار سيستم، نحن ناس مع البيئة أكيد، لأنه بنشتغل الأشياء مع النحل والطبيعة. حطيتها 7 ساعات تدورها من عبورة تحت لي تطفي تيبقى في كهرباء تستعمل بالماشي. بس هون عنا الديبو، عنا العسلات، عنا المكانات، عنا طابق كامل فوق كل المحاضرات، عاملين بناية كاملة متكاملة للعسل. مزبوط. بلاس هلا اذا بتحبوا كمان بطلعكم على اخر طابق عندي ماما الخياطة للبدلات. هلا انا عملتكم قريشة بلدية، يعني حليب نحن عنا شبر ومنشيل الحليب طازة. عاملين قريشة بدنا ندوقكم اياها مع عسل. في عندكم عسل سنديان اللي هو بيجي من الميلا، هذا عسل ما بيتبلور لانه هو غني بالفريكتوز وفقير بالجلوكوز، منه احسن من غيره بس هو غني بالمعادن. ننصح فيه مرضى السكري لانه مثل ما قلنا هو جلوكوز واطي. اوكي، اللي هو تبع السنديان، اللي هو تبع السنديان. هون عسل اشواك سبيشلي، في عسل شوكه الشندل. هلا عسل الجرد اللي ما بيعرف، هو عسل غني بالبي كومبلكس، يعني هو بيعطي نشاط وحيويه للجسم، ودائما بننصح فيه الكبار بالعمر، بننصح فيه الاولاد التيميد، ودائما بنقول احسن انه تاخذوه بفتره من على بكره للظهريات، لانه اذا كان الجسم شوي ساتوري واعطيناه فيتامينات هالقد ممكن يصاب الانسان بقلق من عشيه، ف او حركه شوي زايده من عشيه، والانسان بيكون من عشيه لازم يرتاح. ما عم بفكر شو رح يصير فيه بالتخت بالليل. هلا في عسل ليمون اذا بتحبوا كمان بنزل بجيب لكم من اوضه العسل. عسل الليمون بيعمل ريلاكس، ننصح دايما فيه انه العالم تاخده صوبة عشية مع فنجان مي فاترة او مي على الحل، كتير مفيد للجسم وكتير بيرخي الاعصاب. والشي السبيسيال اللي بكرة بدنا نعزمكم عليه لعنا على البيت واللي مش معروف، هو عسل الكينا. لما نحنا مندوبه بمي ومنكون عاصرين حامض عاملينهم سكوير تلج ومنحطهم مع عسل الكينا سبيسيال، بس عسل الكينا في طعمة يعني كتير طيبة، وفينا نحط له شط فودكا بيطلع شي روعة. فأنا بضيف هيك الكول بالبيت لما أكون بدي ضيف الكول. اسمحي لي قديش طيبين، قديش ريحتهم حلوة، قديش فليفرز بقلبهم حلوين، قديش الغربة على السين بالآخر طيبة، وهيدا الشي البلدي البيتي. طعمة قريشة البيت غير طعمة حيالة قريشة بتاكلوها بحيالة مطعم. نحن المختبر هون نعمل لأنه كنا نستورد نحن ملكات أفزيرو حق الملكة قبل 800 دولار أو 1000 دولار، وأوقات تجي معطوبة من الريون على المطار. عملنا المختبر تا نحن نقدر نتحكم بنوعية الذكر اللي بدنا نلقح فيه الملكة. الملكة بتطير على ارتفاع تلقط كورة من 12 ل 15 ذكر تتلقح، وعلى ريون 7 كيلومتر ونص. هذا الشيء
نحن ما عندنا منطقة معزولة بلبنان أو جزيرة نشتغل عليها هذا الموضوع. من هيك كانت أهمية المختبر والتلقيح الاصطناعي حتى لنتحكم بالذكور اللي بدنا نلقح فيهم الملكة. شغلة كتير كبيرة. أنا اللي مفكر أنا خلص تعلمت كل شيء عن العسل وخاصة عن النحل بلبنان. أنا اللي فكرت أنا تعلمت وبعرف. كل مرة بتعلم شيء جديد، كل مرة بكتشف شيء جديد، كل مرة بشوف قديش عنا كميات، قديش عنا بروفيسيوناليزم، قديش عنا طاقة، وقديش قادرين وخاصة هلأ مع افتتاح السوق الأوروبي لقلنا نقدر نوزع على كل بلدان العالم ونفرجيهم غنى العسل اللبناني يلي منه بس مونو فلورال، منه بس عسل لبنان، هو عسل هالنحلة اللي بتبرم 7.5 كيلومتر تقريبا. وبعدنا عم نتعلم عن النحل وعن العسل اللبناني. مارك بيروتي، نحن وين رايحين؟ اوكي، رح اخذك على كاركتير له علاقة بالهاني. نحن بنسميه مجنون النحل والعسل. هو كان استاذ بالجامعة بسنة 2001، علمني كور الابيكولتور يلي هو كل شيء له علاقة بالنحل. رح تشوف وتنصدم عنده قد ايه اخذ العسل والنحلة لمطرح تاني، مجنون فيهم، مغروم فيهم. هلا انت لو اخذت الشيء المهندس فادي أبي سليمان، مهندس كيميائي، خريج فرنسا، من بعد ما اشتغلت بليبيا وبإنجلترا وباليونان بالنفط 5 سنين قررت أرجع لهون أشتغل على حسابي. وأكيد في نقطة بكل بساطة رأس المال كان متواضع. اكتشفت النحل صدفة، بيي خوري الضيعة هديو أفير نحل، تصور هاي مشروع من أفير نحل. الشغل أكيد شغل هو فكر وعلم، بس في كمان إيمان. نحن إيماننا بنصميم شغل. وفتنا عنا الكوسميتيك، عنا الديترجون، عنا الصوب، وكله ناتشورال من عالم النحل وعالم النبات. كل فورمولاتنا هني فورمولاتنا، يعني ما بطلع شوف انت شو عملت غير لك ريحتها ونزلها على السوق، لا. It's our conception. اوكي؟ وكتر خير الله، لولا عاطلين كنا سكرنا. عم نكبر وبلشنا لبرا، عنا على أستراليا هلا، وعنا على بلجيكا ودينا، وعنا دعوة على الخليج جمعة الجي، لأنه عملنا أرجيلي صفر نيكوتين. في معقول يصير في معمل هوني أنا أعمله هوني يكون شغل؟ هيدا فادي أبي سليمان. بالنسبة للصابون أكيد نحن نعمل الصابون العادي من زيت الزيتون، اوكي مشهورين فيها صرنا. هلا وين دخلنا المواد النحل؟ نحن عندنا صابون اسمه فيس سوب 30% عسل، اكيد بفوت فيها الشمع، بفوت فيها الجدر ويال، هي للوجه دواء. هني كيفتنا هي اكيد البروسيس تبعها بيختلف كليا عن الصابون العادي، يعني هالمكان اللي بتشوفه هون ما انا شغالي. هذا الاسيس تبعنا انه 30% عسل، بتلاقي صابوني سبونجيوز يعني طريه وثابتي ما بتفرط اطلاقا، وككاليتي رائعه يعني ما بلحق. اذا بقول لك ما في ولا وحده فرجكيها هلا، ولا وحده بدي اشتغل هلا. الشموع بتعرف نحن بنعمل اسنشال اويل، نحن بنعمل العسل، نحن بنعمل يعني قسم كبير من المواد الاوليه نحن مصنعها، خصوصي بركز على الاسنشال اويل، لانه الاسنشال اويل بالاسواق يعني بيشيلوا منها بعض العناصر المهمة، نحن ما بنشيل منها شيء، نستعملها تل كان. أوكي؟ الشموع أكيد شمع النحل مادة كتير مهمة فينا لما بندوب، يعني أكيد في فورمولا تقدر تدوب كلها سوا إلى ما هنالك، قياس الفتيل إلى، وبنضيف إلى الويل إسونسيال، وهيدي طلعت لما إجت الكورونا. أنا علاجت الكورونا بالويل إسونسيال، أنا كنت ضد الطعم وبتصور ما كنت غلطان. واليوم
بتولع شمعة، عندك اللافون، عندك الإيكاليبتوس، عندك السيج، عندك كذا، عندنا 10 أنواع بنشيلهم وبنستعملهم بكل شيء، بكريماتنا حتى، وبنحفظ كريماتنا بالويل إسونسيال، ما في مادة كيميائية حافظة إطلاق. نحن أكيد إذا ما عندنا سواح في عندنا شغلة، إذا عندنا وقت قبل فينا نشغل مكنة أو شيء نفرجه شيء لايف، وأكيد على العرض عندنا رح يشوف كل شيء، عندنا 56 مستحضر وكلهم جاب لك من عالم النحل وعالم النبات، يعني فيتين بعضه العناصر. شعارنا كثير بسيط يبدل على شغلنا، بالعسل وزيت الزيتون جمالك وصحتك بنصون. نحن قصتنا مع النحل قصة طويلة. النحل أكيد بحد ذاته مشروع، بس إنما بلبنان بمناخنا بالباتوراج، يعني المراعي عندنا صغيرة، بلد صغير وما عندك تنوع مناخي بغير بلدان. أفيرك إذا فتح حاله بيعمل لك 10-15 كيلو إذا عم بتنقله من محل لمحل. فإذا النحل كمشروع لحاله ما بعد خبرة المتواضعة بجوز غيري يخلفني هو حق له، بس منه مشروع فيك تبني حياتك عليه. نحن فتنا بالنحل لأجل تصنيع مواد الأفير، لأنه الأفير بيعطيك 5 مواد، هم 6 مواد مميزين نحن السم بنستعمله بعد، والباقيين كله بنستعمله بتركيبتنا مع النباتات الطبيه والعطريه اللي بتطلع ببلادنا. نحن بنشيل الاسنشال اول، بنشيل الاوثورال اكستري فيجيتو، والتركيبه تركيبتنا. هول برودوي ما بتلاقيهم غير محل. افرجيك على برودوي ديودورون، بتقلي شو السخف هذا ديودورون عبد الدنيا. كل الديودورون بالعالم بتحطه على جسمك بتخليه وهو هو بفوت لجوا. طلعت من شي 10-12 سنة فضيحة ديريفيد ألومنيوم من مسببات كونسير الثدي. هون قلت أنا شو الحضارة هي؟ نحن نحن نسوي ديكوباي، نحن ضحايا. أول سؤال، شو هي ريحة العرق؟ هي بكتيري؟ إيه بسيطة، العسل، شمع النحل والويل إسونسيال إسنشال أول كله عندهم إفي أنتي بكتيريين. أنا بعطيك دواء تنظف حالك وحط البرفان بدك إيه؟ فإذا أنا ما بعطيك ديودورون تيغطي ريحة العرق وخذ لك بلا كوكتيل. فوالا. هيدا بعطيك مثل صارخ ما بلاقي إلا منه هيدا، وقريبا على أستراليا قريبا. شو هالزلمة؟ لك شو هالزلمة؟ انستغرام ما عنده، فيسبوك ما عنده، ما عنده دعاية، واثق من حاله، 3 لغات بيحكيك علم. هاي أول مرة أو المرات اللي كتير كتير قليلة بلبنان اللي كل واحد ركب مستحضر وبينه وبين حاله قلت ما كنت أنت منك حكيم. صدقته، أنعني، حلوين، الريحة حلوة جوا، مرتب، فهمان. شو هالبطل؟ أنا ما بغشك، قلت لك قبل أنه أنت رح تنصدم. أنتوني بونجور، يعطيك العافية، أهلا فيك. اشتقنا لنا زمان، أنت مرقت لعنا من 6 سنين أو 7 سنين تقريبا. شادي حصري، برجع منتذكر بعضنا مزبوط. نحنا عنا هوسكو أجري، نحنا مشتغل بالعسل والنحل وكل ما يعنى بمهنة تربية النحل. صار عنا كتير تطور من وقت ما مرقت هذيك المرة لهلأ، تطورات تنواكب شوي العصر المهني، إذا بدك أهم تطورات بهالمهنة، وأيضا تتناسب مع الوضع الاقتصادي بالبلد، يعني كيف الإيكونومي تغيرت بالبلد. من هيك نحن عم نحاول نتأقلم مع كل شيء. هوسكو أجري نحن بلشنا It's a family business، بلشنا بال 2014 ريجستر، بس نحن عنا تاريخ أكبر من هيك بكتير. يعني أنا خلقين بعائلة بتربي النحل، بيي جدي، بيو لجدي، جدو لجدي، نحن عائلة معروفة تاريخيا بتربية النحل. وانت بمنطقة حتى هيدي الطريق الروماني، اذا بدك في عنا الجسر الروماني اللي بيربط العقايبة مع نهر ابراهيم، كانوا يروحوا من هون من البحر لبعلبك ويقطعوا بكل هالمناطق ويعملوا التجارة ويزوروا معابد والى اخره. والعسل تاريخياً
كان من وقت هاي المنطقة وقبل، يعني نحن مش طارئين بالنحل، إن كان بلد إن كان تاريخ إن كان عائلة، كلهم هاو نحن من تاريخنا تربية النحل وإنتاج العسل. حبينا نطورها، حبينا نحافظ عليها. يعني نحن بالنسبة لنا تربية النحل وإنتاج العسل هيدا التاريخ، أنا معنى أنه حافظ عليه تنقله لأولادي وأحفادي. يعني إذا أنا وقفت هالشان كون عم بخرب تاريخ، ومنعرف شو عم بخرب وراها، علاقة النحلة بالبيئة والإنماء وكل ما إلى هنالك، شو عم بعمل إذا وقفت هالمهنة. نحن هون فإذا بهيدا البارت نعمل إكستراكشن للعسل. بتعرف العسل بيطلع من الأفير بشهده بيبقى مسكر، عنا عدة ستيبس. أول شيء منفتحه من فوق، منشيل الشمع عن وجهه، بعدين منحطه بالإكستراكتر تا يفصل ما بين العسل والشمع، بيطلع العسل لحاله والشمع لحاله، بعدين بينعمله فلتراج بومباج بيروح على الستوريج روم. فإذا العسل بينحط هون بهول براميل ستوريج تانك مينيموم 10 أيام. بهذه الفترة نحن بنسميها ماتوراسيون، بيكون عم بيعمل سيباراسيون، تطلع انت عندك مرطبين عسل وجه نقي، ما في ابيض على وجهه، ما في اي شوائب. هيدي هي الستيب يلي بتخليه يعمل هالسيباراسيون تنرجع نعبي من تحت. من بعدها منروح على التعبية. هون بيصير في تعبية بالجارز للعسل حسب القياسات، في عنا كذا قياس. بعدين ليبلينج، طيب نحط ليبل على الجار ويطلع الشكل النهائي. كمان هلأ وي انتروديوست، فوتنا نيو باكيجز اللي هني الساشي. الايديا تبع الساشي عم نعملهم عسل وغير عسل كمان بهيدي الماشين، بينزل دغري بينعمل الساشي. في عنده عدة استعمالات، يعني اذا دايركتلي عسل مثلا بتفتحه وتحطه بالافوكا السريع بدل ما تحط الملعقة بقلب المرطبين او الى اخره، الاوتيلز على الترويقة الصبح، يعني في عنده كذا استعمالات بالفلايت. عم نعمل هاي الساشي، او كمان نفوت ميكس بقلبه، نعمل انوفيتيف برودكت باز دو ميل ويكون موجود بقلبه از ميكس بياخدوه انرجيتيك الى اخره. أنتوني عندنا لاب كمان، هيدا اللاب نستعمله للكواليتي كنترول، نعمل أناليز للعسل. إحنا بنعمل سيرفيس للبيكيبرز، يعني بيجوا النحال بيستفيدوا من الإكويبمنتس اللي عندنا، بيفرزوا عسلهم، بيعملوا باكيجينج إلى آخره، وحتى كله بينعمل له أناليزز تنشوف هالكواليتي تبع العسل وتكون فعلا مراقبة مظبوط. وهلا رح نفوت على تيستينج صغير، ندوق كذا نوع من العسل يلي ممكن تلاقيهم بلبنان وممكن تتزوقهم ويكونوا فعلا طيبين ومنشوف حالنا فيهم. شو رح تدوقني؟ رح دوق كذا نوع من العسل. أوكي. عسل أزهار وغير أزهار وكذا طبيعة، يعني فيكون متجمد فيكون مش متجمد. هذا العسل هو زيته، هو زيته لك هون كيف هو جامد كريستالايز بنسميه. شو اللي بيجمده؟ اللي بيجمده هو نوع السكريات بقلبه. يعني بالعسل في عنا جلوكوز فركتوز، هودي المين تو شوغرز الموجودين بقلب العسل. لما يعلى الجلوكوز على الفركتوز بصير يتجمد كريمي سوفت سموث، بيعقد. الناس بتفكر انه تجمد يعني منزوع ومضروب. ابدا 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 العسل أبداً. طبيعي بيتجمد. هيدا توب ليمون. هيدا هو زيت زيت الطعمة، بس بتشوفه ليكويد سائل رائع. شو عندك كمان؟ عنا عسل أزهار، هيدا على 1200 متر، رح دوق شي متره أطيب. هيدا كمان عسل أزهار، أزهار الشنداب. هيدا بدي منك هلأ دوق وتشوف الوقت، يعني ريحته ايه، حطه بتمه وشوف الوقت يلي رح تبقى نكهة، كيف رح تمشي نكهة وتطلع هيك على مناخيرك وتعبي او ماي جاد. العسل مش عسل، العسل مش كلهم مثل بعضهم. المرطبين ما بيشبه المرطبين تبع السوبر ماركت غير عن تبع النحاله، واللي حاطط فيه حب وحنان ووقت وعطاء ومهتم فيها للنحله ومغنجة ومقعدة بعيد عن كل الزباله والعالم والناس، وكلهم بتحسون هون، كلهم هون بيحركوا كل المشاعر.
unexpected. هيدا اور تشامبيون، هيدا اور تشامبيون. اوكاني عسل سنجين، عسل اسود، عسل اللي ما بيتجمد لانه غني بالمعادن. هيدا العسل نحن عم نصدره، عم يروح لبرا، قلنا 2 years افضل المواصفات العالميه. عم ينعمل له تيستينج بالاكسبورت، عم يعملوا تيستينج على الريزيديو، على كل شيء. سو سوفت سموث، حلاوه ما في هيك، بي فيه اسيديتي حلوه بتنزل على الزلاين بطريقه كتير حلوه. هيدا تاكل كل المرتبين ما بيحلى، ما بيحلى زلعيمك، ما بيحلى قلبك، يعني مش معقول فظيع شو هالتيست. في عدة اشياء واحد لازم ينتبه لها وما تجيبوها لما حدا بتوثقوا فيه، وبنغش فيهم كتير، بينتهم الزعتر، العرق، الكشك والعسل. العسل بجيبوا من حدا بتوثقوا فيه، واساسا ساعات بتاكلوا دغري رح تعرفوا الفرق، دغري دغري مش معقول، عم بتحس كيف عم نطب بمحله. واذ وصلنا على الزبده، هيدا هو زيته، عسل الأسود، عسل السنديان يلي دقني قبل بس بشهده. وهون رح تشوف شيء مختلف جدا، لأنه أنت رح تتزوق الشمع كمان، يعني العسل مع الشمع مثل ما حطيته النحلة وهي اللي سكرته هيك بهالشكل. و يعني عم تقلي أنت أنه الشمع منعمله هون بلبنان كمان؟ الشمع هو هيدا قيمته العسل، انه الشمع نحن عاملينه. هلا رح فرجيك كيف معمول 100% 100% شمع طبيعي، النحل شغلته. وهون هيدي اهميته هيدا العسل، لانه ممكن يكون الشمع منه شمع طبيعي، ساعتها بيأثر على كل شيء، حتى بيأثر على طعمة العسل والريزيديوز بقلبه وشو ممكن يحمل معه. يلا خلينا نشوف، بنكون خلصنا كل الفاليو تشين من وقت ما وصل العسل، البيز، التياب، وهلا وصلنا على الشمع. كيف الشمع صنع في لبنان بيكون مهم تيعمل هيك عسلات. وهي هيك شو بينس بالاخر، ما فاتت بسنتيفيغوز، ما انعصرت مثل ما النحلة حطتها، بعسلات بمحلات مع ناس بتوثقوا فيهم، فيكم تتأكد انه طبيعية وتبلعون. كيف الشمع بينعمل؟ بطبيعته النحل لأنه بيعيش بالشمع، بيبيض بالشمع، بتخلق بالشمع، بتاكل بالشمع، كل حياتها على الشمع. ببلش أصفر فيه، لون أصفر، ليك كيف بيصير مع الوقت، كيف بيصير مستعمل. أنت لما تاكل عسل بشهده ويكون قاسي وما تستطعم فيه ويبقى كتير بتمك شمع إلى آخره، هيك بيكون شمعه لأنه صار مستهلك. النحل كل سنتين أو سنة حسب قد استعمل البرواز لازم يعمل له ريسايكلينج، لازم يدوبه عن جديد. وهون شغلنا نحن، هيدا البرواز اللي صار أسود منه صحي للنحل، في بيستيسايدز ريزيديو، في كتير شوائب، حتى أمراض للنحل. بنجيبه نحن لهون بيتدوب، بيطلع بلوك شمع، بنعمل له ستريليزاسيون، بنعقمه، بنشيل الأمراض منه، بنعمل له سيباراسيون، ولا أي إضافة منزيد عليه. أنطوني مرسي أنك جيت لعنا، يلي بيحب يعيش الاختبار يلي أنت عشته ويمرق على طريق النحل في يشوف هول الأشياء عنا. عسل، يتزوق عسل، يتزوق أنواع العسل، يتزوق العسل الأسود المزبوط الأصلي، يشوف الشمع تبع النحل كيف منعمله، كيف نحنا نرجع من دوره ومن عقمه ويطلع هيدا الأصفر بدون أي زوائد، أي شيء نضيفه عليه، ويطلع عسل بشهده مثل ما لبته من أطيب ما يكون. حبيت عسلاتك وحبيت هول تخلق كل إذا لفيتهم بهويهم بيعملوهم شمعة، بس ما بيكونوش بيور 100% مثل هول. بالإضافة للمنتجات يلي شفتون، حتى كمان تريننج يلي بيحب يتعلم مهنة النحل، نحنا هون هالتاريخ اللي عنا إياه حطيناه كله ببوكلت، بسيلابيوس، بكوريكولوم، وعم نعمل تريننج منعلم مهنة تربية النحل. يلي حدا بيحب يبلش جديد بتربية النحل لو ما كان سائح، أهلا وسهلا فيه. أنطوني كيف كان؟
هو غير شكل شاطر، فهمين شغلته، عسله طيبين، وبيحكي وبيفسر مزبوط. عظيم. انا بدي اقول لك شيء، وقت فت على الجامعه كنت بعد الفرخ هيك، اول ما فت على الجامعه شادي طلع اول شاف ديبارتمون تبعي. اه تعرف يعني هيك بيضوا شعراتك يا حرام. وقفة أخيرة بفترة وعلى الطريق قلت بخبركم شو عم بيقطع براسي كتير اشي من ميل. ليش أنا مبسوط هالقد؟ هل لأنه أنا دايما مبسوط أو العسل لعب دور معين؟ هل رح أقدر نام بالليل بعد كل العسل اللي أكلته كل النهار ورح كون كلني طاقة ونط بالتخت وقول عبالي بلش نهار جديد؟ والشغلة التالتة، يا ريت عائلتي كانت معي، ولادي مرتي تيعيشوا ويحسوا ويفهموا شو يعني عسل، شو يعني نحل، شو يعني أهمية النحل بلبنان. نهار عظيم، وبعد ما خلص بيفرجينا أهمية النحلة يلي لازم نحترمها لكل الإيكوسيستم اللبناني، وأهمية العسل لدعم الاقتصاد اللبناني، وأهمية هالمنتج العظيم يلي إذا صح، إذا نضيف، إذا مرتب، وإذا مش مخشوش بيفيد كل أعضاء الجسم. وصلنا عند مريم. مريم اللي بعرفها من قبل بتنزل لعنا على Made by Nature. مريم يلي دايما بتبهرني باختراعاتها، ولا مره نزلت على السوق عندها زيت الشيء على المره اللي قبلها، دايما بتزيد شيء جديد، تخترع شيء جديد. وجينا اليوم نتعرف عليها. كيفكم كلكم؟ ما كنت عارف ينزل هالقد درج طويل. رح تحملينا على تلوع السياره؟ قالت ايه. أنا مريم كبابي، عندي منحل مريم زعبياري. نحنا منربي نحل، بلشنا بال 2019 من 4 أفران، كتر خير الله هلأ صار في عنا 100 أفير. الغاية من البروجكت مش بس نعمل عسل، to increase the awareness عن البيز وعن الطبيعة، ونشجع العالم ليجوا لعنا على المنحل يعيشوا الأبيتوريزم عنا، يشوفوا النحلات، يشوفوا الملكات، يشوفوا كيف نحنا منشتغل مع نحلاتنا ومنعمل هالريليشنشيب اللي كتير حلوة. نحنا مش بس بنعمل عسل، نحنا بننتج كامل منتجات الخلية، من عسل، بولن، بروبوليس، رويال جيلي، وإيفن شمع. كمان منشجع العالم اللي بيشتغلوا مثلا ليب بالم بالقصص الكوزميتيك ياخدوا برودكت 100% صافية من المنحل تبعولنا. في قصة كتير حلوة نحنا بنعملها، منستقبل ولاد صغار من عمر 3 سنين ولفوق، في عنا بي سوتس بيقدروا يلبسون كامل كلها سيفتي، فيهم يجوا لعنا على المنحل هون ويفتحوا يتعرفوا شو هي النحلة. وفي كتير ولاد من وراء هيدا المشروع قدروا صاروا يتقبلوا ياكلوا عسل، صاروا يخافوا، ما بقى يخافوا من النحلة، صاروا يعرفوا يتعاملوا معها. نحنا منستقبل العالم عنا هون ببيتنا، بجنينة بيتنا حطين نحلاتنا، بيجوا مع أولادهم مع عائلتهم قد ما كانوا كتار. في عنا تيب خصوصي للنحل، منخليهم يحسوا عن جد هن أشخاص family member، بياكلوا من أكلاتنا، بيشربوا من مياتنا، وبالآخر بياكلوا من نفس العسلات اللي أنا بتعمي فيهم ولادي. هلا خلونا نروح ونفتح النحلة. تفضل. أنا ما بعرف إذا الملكة هون، الملكة معلمتها بالأحمر، بس مش هون. فيش بخوف؟ أبداً. كلكم مدعوين لتجوا وتعيشوا هيدي الإكسبيرينس اللي كتير 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 حلوة. بس بدي أقلكم أنا بس حاط على راسي بس كرمال ما أعمل هيك، إيدي ما فيهم شي، مش لابس تياب. قربيهم بعض، قربيهم بعض، أوكي مش الحال، مش الحال. إذا عبالكم تعيشوا الاختبار، مريم. شو هالنهار؟ نهار عظيم، نهار مع النحل، نهار مع الناس الطيبين، نهار مع العالم اللي بتحب النحل والعسل، نهار مش مع الناس عم تشتغلها كبزنس، نهار مع عالم
بتحس وبتعيش وبتحب وبتآمن بالنحل وبالعسل. إذا عبيتكن تعملوا زيت التور أنتوا ولادكن أنتوا عيالكن ما بدا شي بتلحقوا follow my steps نزلوا تحت بالدسكريبشن على الجوجل مابس لينك follow and move around بتلاقون على جوجل مابس على انستغرام بس طلعوا بالسيارة بترون جبال وكفوا لهون صوب كسروان وبتقضوا نهار ولا أحلى. نحن لدرجة كنا معجوقين وراكدين وعم ناكل عسل ميلاميل ونسينا نتغدى. يمكن تعوزوا تزيدوا وقفة غدا للولاد وقفة عشاء وقسمون على يومين. إن شاء الله تكون بسطة وهيدا نهار. نحن كتير وكتير تعلمنا. نلتقى فيكن حلقة جديدة.